جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجوز البكاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس بالبكاء إذا بكى الإنسان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند قبر أحد والديه، أو عند أي قبر من قبور المسلمين، فلا بأس بذلك. إنما الممنوع النياحة ورفع الصوت والجزع، أما مجرد البكاء هذا يأتي على الإنسان بغير اختياره، فلا بأس به. نعم.